كيف ننظف جلاية الصحون؟ هنالك عدة خطوات لتنظيف جلاية الصحون. أولاً، تأكد من إخراج جميع قطع المصرف في أسفل الجلاية وتنظيف كل القطع على حدة من المواد العالقة فيها. أحضر فرشاة أسنان مستعملة وقم بتنظيف الإطار المطاطي باستخدام الخل الأبيض. ضع كوب من الخل الأبيض في أسفل الجلاية وفي جرار المساحيق، وضع بيكنج صودا في جرار المساحيق فقط، ثم شغل الجلاية على الوضع العادي. وللمحافظة على جلاية الصحون، تأكد من أن الماء ساخنة قبل تشغيلها. عند الانتهاء ستحصل على جلاية صحون نظيفة. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.